الشهيد لا ينساه التاريخ. سنظل دائما نتذكر كل شهدائنا وكل اللي ضحوا بحياتهم لأجلنا ولأجل الوطن، وسجلوا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الشرفاء. النهاردة إحنا في منزل الشهيد البطل مجند مقاتل عماد أمير رشدي، أصغر شهداء الكتيبة 103 صعقة اللي استشهد في ملحمة البراث. ومعانا النهاردة ضيوفنا على شاشة إكسترا نيوز، والدة الشهيد ووالد الشهيد. أنا برحب بيكم ومنورنا وسعداء جدا ان انتوا معانا، وطبعا استضفتونا النهارده. ده تشرفنا طبعا. تشرفتونا بجد. ابدا مع امنا الغاليه، ام الشهيد، امنا كلنا، واحنا كلنا اولادك اكيد. الشهيد البطل عماد امير، لو تحكي لنا اكتر عنه وتكلمينا اكتر عنه، وايه اكتر حاجه يعني بتفتكريها دايما؟ اكتر حاجه افتكرها دايما في الشهيد عماد ان هو كان شجيع، ما كانش بيخاف من حاجه، كان شجاع جدا جدا جدا. يعني عاوزين تحت جدا دي نحط تحتيها نقط كتير. ما كانش من نوع الشباب اللي بيخاف، او من نوع الشباب اللي ما يعرفش ربنا، او من نوع يعني هو كان طيب، كان بيصلي وكان بيصوم، كان يعرف ربنا، كان يعرف يعني ايه جار وجاره، كان يعرف يعني ايه لو لقي واحده كبيره في السن ماشيه في الشارع او شايله حاجات ياخد منها الحاجات ويشيلها ويروح يطلعها لها، لحد لو هي ساكنه في الساتر تطلعها لها. ربنا يرحمها. جميل جدا في كل حاجه. وقت استشهاده تلقيت الخبر ازاي؟ هو كلمني يوم الخميس من الساعة 12 لحد الساعة 1 بالليل، اللي هو كان صابح الشات بتاعه. كان قبلها قعد أكتر من 12 يوم تليفونه كان غير متاح، بس هو كان مفهمني. قال لي يا ماما أنا رايح في حتة التليفون فيها مش هيبقى فيه، بس على قد ما أقدر إيه هطمنك عليا وما تقلقيش، إحنا أنا مجموعة اللي فيها شهيد اللي فيها القائد أحمد المنسي وشبراوي وكلهم كانت ناس يعني بيقول كلهم يعني احنا كلنا يعني مفهومش ضباط وعساكر، كلنا اكلنا عسكري واحد. كانت كتيبة حلوة. بس قعد بقى كلمني حبة كتار، هو كان معرفك ان هو في سينا واحنا حاولنا ننقله كذا مرة، ما هو مرضيش، هو اللي مرضاش. لا مرضيش، هو كان مرتبط جدا بالمنسي، هو عشان هو كان احمد المنسي كان يعني معامل العساكر دي زي اخواته الصغيرين، كان بيعملهم تملي على طول سمرات وعادات ويخلي كل واحد عنده موهبه يعني يسليهم في الحته دي، بينمي الموهبه بتاعته. يعني اللي بيقول شعر يقوله، واللي بيحافظ اغنيه حلوه يقولها، واللي حافظ حاجه البلد ويقولها، واللي بيعمل حاجه حلوه يخليه يقولها. وكان بيديهم جواز ما يعني حاجات كده عشان تشجع ال كان بيديهم يعني زي جوايز حاجه يعني تذكاريه عشان يشجعهم، حاجات يشجعهم ينمي موهبته. طيب كان قضى برده رمضان برده مع الشهيد احمد المنسي، بعدين بيقول له ايه عماد ايه رايك معانا الصيام، انت فين من الصيام؟ قال له يا فندم معاك، قال له يا فندم صدقني انا معاكم في الصيام. وبعدين بيقول قال له بعدين يا قائد صدقني انا مسلم مسيحي، بيعملوا كده انا مسلم مسيحي. وبعدين هو رمضان دوت احنا حرام نصوم، انا صايم معاكم رمضان. قال له خلاص ماشي يا عماد. تاني يوم بعت له عسكري قال له روح اندح لاخوك عماد، جه بيقول له تمام يا قائد، قال له خش وافتح الثلاجه دي. قال له حاضر يا قائد. فتح الثلاجه قال يا ماما كان جايب لي وجبه، قال لي خد الصينيه دي كلها وطلعها وكلها دلوقتي. قال لي يا قائد لا انا هقعد معاكم لحد يعني نفطر مع بعضنا كلنا. قال له خد الصينيه واقعد كل. قال لي كان وجبه كبيره يا ماما. قال لي بصي ده القائد حنين جدا، هو بيعاملنا كلنا كاخواته مش العساكر. هو كان شديد جدا المنسي، وقصاد الشديه حب جدا، هو ده اللي كان محبب الناس فيه، يعني شديد وحنين نخلي العساكر شداله.
وكان كويس قوي. هو كان على طول بيحكي لك عن المنسي. انا كمان كلمت احمد المنسي مرتين، هو انسان محترم جدا جدا. اللي بيتقال عليه في التمثيليات او في اللقاءات او ده مش زي لما يكون واحد كلمه اكتر وواحد يعني عايزه تقولي انه هو اكتر من كده بكتير، بكتير يعني. جدا. انا كلمته، كان عندنا مناسبه بنت اختي بتتجوز، ما كانش اجازه بتاعته، وبعدين بقبل في التليفون قال لي ماما كان نفسي احضر فرح بنت خالتي، ان انا موعدها ان انا اللي هيأصلها لها بالعربيه، اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له حبيبي لما تروح بيتها يبقى اروح بارك لها. بس بقى كان ايه احمد ماسي بيقول له ايه يا عماد انت كل شويه حب في التليفونات يا عماد؟ قال لي لا صدقني يا قائد دي والدتي. قال له طب هات اسلم عليها. زي حضرتك يا فندم؟ قال لي قلت له كنت عاوزه من حضرتك طلب. قال لي اموريني يا امي. قلت له احنا عندنا بس مناسبه وحماد موعد بنت خالته ان هو اللي هيزفها بالعربيه. قال لي اموريني هينزل لك. فضل ننزله، ده غير اجازته، نزله مخصوص، مخصوص يعني مخصوص و15 يوم ما كانش الاجازه بتاعته. ونزله برضو مره ثانيه، افتكر اخر سنه، اخر سنه يروح فيها معانا مصيف. احنا كنا مرتبطين العيله كلها، كنا بياخدوا اوتوبيس كبير اللي هو 55 نفر ده. وكلهم قالوا خلاص، ما كانش ان هو يعني عماد ده كان عامل زي حته الشوكولاته. ان كلهم قالوا ما كانش عماد معانا احنا مش هنروح الرحله دي. بس برضو طلبت برضو الطلب ده برضو من القائد احمد المنسي، قال لي عيني. فعلا نزلوا لي كمان 15 يوم، دي كانت اخر اجازه انزلها. بعدها بقى يعني طلعوا بقى في طرف احسن مكان. في احسن مكان انا عشان